تفضل. صباح الخير إيادو. يلا قوم الفطور جاهز. تركيني ما راح الله يرضى عليك. لا ماني تاركتك. يلا قوم كول. لا بدك تتركيني إياد. هلا أنت بدك تضلك هيك زعلان؟ بتعرف والله نحن لازم نثبت له إنه هالبيت ماشي فيه وبلا. بالعكس، نحن لازم نثبت له إنه البيت خرب من بعده لأنه عقله خربان. شو عقله خربان ومو خربان؟ شو هالمنطق هاد؟ يلا قوم. خلص ما راح روحي انت، روحي تركيني.